سوزان رح يقدم المغرب لهلا ما خلصت طبختيك. الو لك سوزان وين التمر الهندي والسوس؟ تجوزنا وتورطنا. الو كيفك سوزان؟ شو بدي اطبخ اليوم؟ سوزان انا بعد ساعتين طالع من الشغل، اذا ما بتعرف تحط الطبخة اسألي امي. بدك تخيل امك انا. سوزان مشتاق الابره وبدك تقع صعيد. الو مرحبا سوزان. الو الو السلام عليكم، شلونك ماما؟ كل سنه وانت سالمه يا رب. الله يخلي لنا اياك يا حجي، لكن ان شاء الله الله يسمع من تميك وما يحرمنا من دعواتك ويخلي لنا اياك بصحه وخير يا رب ويطول بعمرك. ماما بكره فطوركم عنا، ها من هلا عم اقول لك. لك لا لا تعملي لي فيها، لا بكي ولا شيء، اقل منا يعني كله فطور. بعدين ما بدك تدوقي طبخات كنتك يعني، كنتك جديدي. يلا أمي يلا بكرة نستناكم على الفطور، لا تتأخروا علينا. لا ما بدي غير رضاك يا حجي وسلامتي. الله معك يا حجي، خاطرك الله معك. سوزان عملي حسابك بكرة أهلي جايين يفطروا عنا، فشوفي لي شو بدك تعملي لهم حتى أجيب لك أغراض الطبخة وأنا بطريقي على التراويح. لك سوزان شو صار معك ساعة لا تردي؟ لك ايه ايه يلا عم شوف شوف عندي بالفريزة، بس استنى يلا. ضنجانة وفرح نامو بعد غيابه، اهلا رمضان رمضان جانا، اهلا رمضان كريم، كل عام وانتم بخير من راديو أورينت. الو الو مرحبا امي، كيفك شو اخبارك حبيبتي؟ نعاد عليك يا رب. أهلين حبيبتي، كيفك سوزان؟ شو أخبارك؟ وعليك يا رب وعلى جوزك يا قلبي، كيفك ماما شو أخبارك؟ مناح 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 أمي، يدي بزنارك، جوزي عزم أهله بكرة على الفطور عنا ومالي عرفانة شو بدي أعملهم، قلتك شو أطبخ؟ هلا بما أنه بكرة أول يوم برمضان بدك تساوي أكلة بيضاء، يعني إحنا منساوي يا شاكرية يا كوسة بلبن. ري ماما نقيلي الأسهل الأسهل، الله يخليكي، شغلة هيك تكون سهلة ما أتعب فيها، ما بدي في أمي من الصبح أقعد أشتغل فيها للطبخة، الله يخليكي يا أمي. طيب يلا يلا خلص يلا بنساوي شيخ المحشي. طيب ايه شو هاي الشيخ المحشي شلون بينعمل؟ احكي لي شو بده غراض. ليكي خالد عم يستناني، بده يعني اكتب له الغراض. الله يخليكي أمي، بسرعة بسرعة الله يخليكي بسرعة. يلا. لك آخ منك، كنت قل لك تعي فوتي معي على المطبخ أيام خطبتكم، أنتي ما تردي علي، كنتي تعلمتي لك هلأ كم طبخة وبيضتي وشك فيهم هلأ قدامهم، أحسن لك كم من هالطلعات والفوتات. لك أمي مو وقته هالحكي هلأ، الله يخلي لي ياكي، خلصينا الزلمة عم يستنى صرع راسي والله، نقليني الأغراض الله يخليكي الله يخليكي. طيب خلص فهمت فهمت، كم شخص أنتو كم شخص عزم جوزي؟ عزم عمي ومرت عمي وسلفي كمان جاي معهم. طيب يلا يعني انتوا هلا صرتوا خمسه مع عمك ومرت عمك. يلا لحظه لحظه امي خليني بس اجيب ورقه وقلم دقيقه. ايه ماما نقليني يلا. يلا بدك كيلين كوسه، بس يكون الكوسيات صغار، ما اجيب لك اياهم كبار. ليش امي بقى صغار؟ لانه الكبار بينحشوا رز ولحمه للمحاشي، اما الشيخ المحشي بس لحمه على الحليه فالحه. طيب غير الكوسه، استني هاي كوسه صغيره ماشي، غير الكوسه امي. وبدك نص كيلو لحمه وبصله وسنوبر وكيلين لبن، وبدنا 4 معالق نشا وبيضة، وبدك تعملي جنبه أكيد رز بشعرية. يو شو صار معيك؟ عصيتي بالمطبخ؟ بدي أطلع خلصين، تأخرت على التراويح. ليكي أمي برجع بدق لك، خالد عم يناديلي، ما تشغلي التليفون خليكي جنبه ها، يلا بخاطرك هلأ. يلا طيب الله معك حبيبتي.
اي خالد، هاي الورقة، هاي سجلت لك كل الأغراض فيها. اكيد ما نسيني شغلي كل الأغراض كتبتيون. ايه ايه، اتكل على الله. يلا سهل. يلا خاطرك، ما بطول عليك ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم راديو الحياه. يحيى الراديو، الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية. بترد الروح. عم تسمع راديو أوريون. ألو. ألو. إيه أمي. إيه حبيبتي. يلا هاتي لشوف شلون بدي أعمله هذا الشيخ المحشي، كيف بتساوى. يلا هلأ بعد ما هلأ بتجيبي الكوسايات وبتغسليهم منيح أكيد، وبتقيمي القمعة من فوق ومن تحت، وبعدين بتبلشي بحفرون. أكيد ما لح تعرفي تحفريهم دغري، لأنك أول مرة أكيد بدك تحفري كوسة حبيبتي. شلون بدي أمي حفره؟ يعني شو أعمل؟ بتجيبي المحفارة. إيه لحظة أمي، في عندي تنتين، واحدة سميكة واحدة رفيعة، أي واحدة أحفر فيها الكوسة؟ تحفري بالمحفارة الرفيعة أكيد. طيب بتبلشي. هل أنت بما أنك أول مرة بدك تحفري الكوسة سوزان، بدك تمسكي كل المحفارة وتقيسي الكوساية. شلون بدي أقيس الكوساية بالميزورة يعني؟ لا أكيد مو بالميزورة حبيبتي، بتمسكي المحفارة وبتحطيها على الكوساية وبتنقصيها شوي من فوق مشان ما تبخشيها وانتي عم تفوتي الكوسة تقوم تطلع من تاني جنب يعني أكيد. ايه. بتبلشي تحفريهم على مهلك أول بأول لحتى تفضى، بس تخليها سميكة شوي. وبعدين بتقيمي الكوسة على جنب وبتحطي المقلاية، معلقة سمنة مع اللحمات بتحطيهم، وبتحطي بتكوني فارمة البصلة ناعم ناعم سوزان. ايه ايه خلص ناعم. بتحطيها فوق اللحمة بعد ما تكون تقلت شوي، وبتحطي الملح والفلفل. وبعد منها بتقلي الصنوبر اللي عندك وبتحطيه فوق اللحمة والبصلة وبتطفي النار تحتهم. طيب وبتبلشي هلأ بالحشي حبيبتي. احشي الكوسة على الأخير، يعني لا تخليها بنوب ناقصة. ليش؟ لأنه ما حكينا يا حبيبتي أنه الكوسة المحشي بدنا نحشي نص الكوسة بدها تكون فاضية، لأنه الرز بينفش بالطبخ. أما الشيخ المحشي اللحمة يعني ما بتدوب كتير، عرفتي؟ بدك على الأخير يعني تكملي حشي على الأخير. فهمتي علي سوزان؟ ايه امي ايه فهمت، كملي. ايه وبعد ما بتحشيهم بدك تقليهم. تقليهم شو هدول اليوم؟ بدك تقلي الكوسايات سوزان، شو بكي خليكي معي. ايه نسيت، ما حلك لسه، ما بلشتي بالصيام. طيب تقليهم بالزيت، وبعدين بعد ما تقليهم بالزيت يعني بدهم شوي يحمروا على الجنبين. ضنجانا وزرعنا بعد غيابه، أهلا رمضان رمضان كان. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير من راديو أورينت. بتحطيهم بطنجرة وبتغمريهم بالماء وبتخليهم شي ربع ساعة. يا لحظة ليهم وبعدين اسلون. ايه حبيبتي مشان يستووا، ما بيستوي بس بالقلي الكوسة. طيب بتحطيهم على النار وبتغمريهم بالماء وبتحطي فوق منهم معلقة ملح. وبهالوقت انتي بتكوني جبتي طنجرة تانية ومنخلة. يا ربي صار عندي جلي كتير هيك. ايه لكن شو مفكرة لكان الطبخ هيين؟ وبتجيبي اللبن وبتحطيه بالمنخلة، المنخلة الناعمة سوزان. ايه هي الناعمة، بخويشة صغار. ايه بتصفي اللبن وبعدين بتجيبي النشا، قلنا 4 معالق بتجيبيهم، بتحليهم بالمي اول بعدين بتنزليهم بالمصفاية. حل اللبن امي بالنشا؟ لا يا سوزان، قلنا اول بدنا ننزل اللبن بالمنخلة. ايه بعد اللبن بتحطي النشا يلي كنا مدوبينه بالمي، تذكرتي علي سوزان؟ ايه ايه. وبعدين بتقيمي المنخلة وبتحطي البيضة مع اللبنات وبتحركي مزبوط، بعدين بترفعيهم على النار وبتحطي معلقتين ملح صغار.
ترفعيهم على النار وبتتمك عم تحركي فيه، لا تقيمي ايدك عن التحريك نهائيا سوزان. قديش امي بتضلني عم حرك؟ يعني بدك تتمك تحركي لحتى يغلي اللبن، بس يبلش يغلي خلص، يعني هيك ما عاد يفرط، خلص امننا على اللبن انه ما فرط، بيكون استوى الكوسة عندك. بتقوم بتحطي الكوسايات والمرقة تبع الكوسة اللي استوى فيها فوق اللبن، بتحركيهم شوي وبتتركيهم. يعني هلا انا اول شيء بقلي الكوسة؟ لا أيوة. أول شي بحفر الكوسة بحشيها برجع بقليها. أيوة. بسلقها. أيوة. بعدين بحطها باللبن. تحطيه باللبن بعد ما غلى اللبن. ايه. بتخليه 10 دقائق وبعدين بتطفي تحته. وبعدين بتساوي قدامه رز بشعيرية. كمان هاي بدي أعلمك ياها. بس ذكريني أول شو منعمل أول شي؟ منحط الشعيرية ولا الرز بالأول؟ لا سوزان، بتحطي الشعيرية بالأول، بتقلي الشعيرية وبتحطي بعدين المي يلي بتكوني معيرتيها للرز، لأنه الرز بدنا قلنا 3 كاسات رز، بتحطي له 3 كاسات ونص مي. بس يغلو بتسقطي الرزات فوق منه، واول ما يبلش يغلي الرز بتحركيه وبتنوصيه على الاخير وتتركيه يتهدى. لا تنسي السمنه، بدهم هدلون معلعتين سمنه. اي خلص امي فهمت عليك، شايفتيني جد بهالدرجه، معقول ما اعرف ساوي رز يعني؟ لا مو معقول، بنوب. طيب ماشي، يسلموا ايديك امي. الله يسلمك. يلا بخاطرك. الله معك حبيبتي، مع السلامه. سلام. وين التمر الهندا والسوس؟ والله تجوزنا وتورطنا. ألو كيفك سوزان؟ شو بدي أطبخ اليوم؟ سوزان أنا بعد ساعتين طالع من الشغل، إذا ما بتعرف الحضرة تطبخ إلي أمي. لك دخيل أمك أنا. سوزان مشتني الإبرة وتبتع صعيد. ألو مرحبا سوزان. ألو